محمود اسمعني، هلا صار في بيبي بالبيت، مخي ما بيتحمل، واكيد واكيد بوقع من طولي. هات اعطيني اياه لشوف. روح انت وجيب لي كم صندوق كولونيا فورا. امرك مديحه خانوم. يا الله انتهيت انا، خلاص انتهيت. تشك 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 تشك. شو هالصوت هاد؟ تشك 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 تشك. هون هون، هاد انا مدوحتي. لك ان شاء الله بخلص منك يا غراب البين. انت كيف فتت لهون؟ وليش فتت؟ شو بدك؟ هلا بيشوفوك. انقبر، ارجع لورا وتخبى. يلا انت شو اللي جابك لعندي؟ شو جنيت ما بتفهم؟ لاني اشتقت لك كثير يا مدحدح. مدحدح، امي نامت عبكير وانا هربت، بدي اخدك على السينما يا روحي. لك انا اصلا حياتي صايره فيلم، والف عين وجاسوس في فوق راسي، وبس اخلص من هالعيون والجواسيس وقتها بفكر روح معك. يلا روح من هون. يلا تصرفاتك عم تاذينا انا وياك كثير يا مدحدح. ما في شيء اسمه انا وياك، هذا الموضوع تسكر وانتهى، فهمت؟ وهلا روح من هون قبل ما يجي عمي ويلقطنا مع بعض. يلا تحرك. ماني رايح. بعرف انك عم ترفضيني بسبب ضغوطات الاهل والحياه. وبعرف انك بتحبيني موت. ناجي، رح وسخ ايدي بدمك. ها خلصنا. لك تروح من هون يا بني آدم. ماني رايح من هون مدحتح، ماني رايح، بدي فوت لجوا. وإذا ما فوت لجوا راح أحكي كل شي لإسماعيل بيك، وراح أقول له إنه البلاوي اللي صارت كلها سبب أنتي. ليش اليوم الرايح والجاي عم بيهدد فيني؟ شو هالحالة هي؟ مديحة اللي ما بتهز الريح صارت مسخرة؟ نقدر يعدمني ياك. يلا اشكر ربك إنه البيبي بإيدي.